شكرا الله. يا كابتن. طيب نتكلم على تشكيل النادي الاهلي. محمد الشناوي لحراسه المرمى، علي معلول ظهير ايسر، واكرم توفيق ظهير ايمن، وقلبي الدفاع رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم. ثلاثي خط الوسط ان شاء الله هيبقى مروان عطيه، اليو ديانج، امام عاشور، وثلاثي المقدمه حسين الشحات، بيرسي تاو، ومحمود كهربا. ان شاء الله ان شاء الله النصر للنادي الاهلي.